وأبدأ باستقبال الاتصال الأول في هذه الحلقة من المتصلة مضاوي من الرياض. مضاوي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. مرحبا يا مضاوي، يا هلا وسهلا، وشلونك اليوم؟ إن شاء الله أنك أحسن. لا طيب إن شاء الله. الحمد لله، الله يتم علينا وعليك العافية والصحة يا رب. الله يجزاك خير. يلا يا مضاوي حياك الله، عاد أنت صرتي واحدة من أسرة البرنامج ما شاء الله عليك. الله يجزاك حياك الله، تفضلي يا مضاوي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا الحي الحي القيوم. الحي القيوم. الحي. الحي. أيوة. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده؟ يشفع عنده. العين. العين الأولى مضمومة. يشفع عنده. يشفع عنده. إلا بإذنه. يعلم ما بين يعلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه وسع كرسيه وسع كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله يبارك فيك ويرضى عليك. احنا اليوم عندنا آية الكرسي فقط. شكرا لك يا مضاوي، شكرا لاتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية.